سأذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها الادعاء على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. المستقبل تؤكد أن الأمور في لبنان لن تستقيم في ظل استمرار مشاركة حزب الله في الجرائم ضد الشعب السوري. مجزرة مروعة في عين ترمى وزملكة في ريف دمشق بعد استهدافها من قبل كتائب الأسد بالغازات السامة. صباح الخير. قبل الدخول في تفاصيل هذه العناوين نشير إلى الخبر العاجل الذي وردنا منذ بعض الوقت، حيث أكدت المعارضة السورية أن عشرات الأشخاص قتلوا بقصف لقوات الأسد بصواريخ قالوا أنها تحمل غازات سامة على بلدات في ريف دمشق. وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق واتحاد التنسيقيات أن أكثر من 100 شخص قتلوا بالإضافة إلى عشرات الإصابات جراء استهداف بلدات في ريف دمشق وتحديدا عين ترمى وزملكة بغازات سامة. حسبي الله ونعم الوكيل. مدينة جابا. مدينة جابا. قصف همجي بالكيماوي على مدينة جابا. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشرات الأطفال والنساء ومئات من الشبان حسبنا الله ونعم الوكيل. محليا دخلت قضية التحقيقات في خطف الطيارين التركيين مرحلة جديدة مع ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين. وأشار أهالي مخطوفي أعزاز في بيان إلى أن الدولة تحاسبهم على مشاعرهم وأكدوا أنهم سيقومون بمروحة اتصالات واسعة وسيبنى على الشيء مقتضاه. 13 شخصا ادعى عليهم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم في قضية خطف الطيارين التركيين، وهم محمد علي صالح، نديم سعد زغيب، وحسن جميل صالح موقوفون، نصري حسن حمود، أدهم علي زغيب، حسين محمد صالح، علي جميل صالح، عباس محمد الحاج حسن، عبد الرحمن علي منذر، حياة حسن عوالي، مهدي حسين زغيب، رضا حسن شعيب، وسامي حسن عوالي غير موقوفين. وأسند إلى هؤلاء الاشتراك في خطف الطيارين التركيين بواسطة العنف وتهديدهما بالأسلحة الحربية وحجز حريتهما والتحريض على الخطف والنيل من سلطة الدولة. وقد أحال القاضي كرم الملف على قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد مكنة الذي استجوب الموقوفين الثلاثة وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم سندا لمواد الادعاء، على أن يحدد موعدا لاستدعاء المدعى عليهم الباقين لاستجوابهم. مصدر أمني متابع للقضية أوضح أن عملية تعقب الخاطفين مستمرة بهدف تحديد مكان الرهينتين وتوقيفهم، وأكد أن هناك تنسيقا بين كل الأجهزة الأمنية وتعاون كامل لإنجاز مهمة تحرير الرهينتين في أسرع وقت ممكن. ولفت المصدر إلى أن عمليات الدهم تشمل عددا من المناطق التي يرجح أن يكون الخاطفون لجأوا إليها، إلا أنه لا نتائج حاسمة حتى الآن، واصفا مسألة تحرير الطيارين بالقضية الوطنية بامتياز. هذا الادعاء لم يتبلغه أهالي المخطوفين في أعزاز من أي جهة رسمية كما قالوا، بل سمعوا به عبر وسائل الإعلام. في مقر حملة بدر في بئر العبد بدأ الأهالي بالتجمع للحديث عن المرحلة المقبلة، وأطلقوا الاتهامات باتجاه شعبة المعلومات معلنين أن الخطوة المقبلة ستكون تجاه الدولة اللبنانية. مش حننتظر حدا، هي نبلش عم نجمع حالنا نحن، ونحن بدنا نتخذ هلأ الاجراءات اللازمه بالنسبه لنا، يعني مش حننتظر حدا لانه خلص الموضوع انتهى. هلا هذا حده، يعني هذا حده، اذا حنسكت لهم حيروحوا يمكن ياخذوا الاطفال من بيوتها، فما بيمشي الحال. اجراءات شو قصدك باجراءات؟ اجراءاتنا نحن كاهالي، التحركات اللي ممكن بدنا نقوم فيها. يعني رح ترجعوا تجددوا تحركاتكم؟ عم نحكي اعتصامات قدام المقرات التركيه ولا في نوع ثاني من التحرك؟ لا هلا صار انفتحت المشكله مع الدوله اللبنانيه، يعني مع هيدا الفرع اللي هو فرع المعلومات اللي معروف تبعيته للخارج،
فنحن هلا هذا الموضوع نحن كل شيء له علاقه بهود الناس، نحن حنبعث الناس والعالم والاهالي يعتصموا قدامهم ويقطعوا طرقات قدامهم ويشتغلوا بشكل سلمي. يعني فجاه قاعدين حضرناه على التيفي، فانا بستغرب من القاضي كلود انه كيف اصدر استنابات قضائيه من دون ما يدعيهم يعني للتحقيقات. بعدين انا مستغرب من هالدوله اللبنانيه اللي صار لها سنه وثلاث اشهر اهالينا مخطوفين باعزاز ما قامت القيامه وقعدت. انا صرت شك انه نحن اهالينا هن الاتراك الاتراك هن اللبنانيه واهالينا هن الاتراك، لحتى الدوله اللبنانيه ما عم تتحرك، مجرد اثنين تركيين قامت الدنيا وما قعدت. وحمل اهالي المخطوفين مسؤوليه خطف الطيارين الى الدوله التركيه التي ميعت قضيات المخطوفين، قائلين انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي اذا حاولت شعبه المعلومات اعتقال اي شخص، وهم لن يلتزموا بقرارات الشعبه او اي قاض يستدعي احدا منهم الى التحقيق في قضيه المخطوفين التركيين. وكان سفير تركيا لدى لبنان قد جال على رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الداخلية وتابع معهما قضية خطف الطيارين التركيين. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير تركيا لدى لبنان إنان أوزلديز في السراي الحكومي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الإجراءات المناسبة لكشف مصير الطيارين التركيين اللذين خطفا على طريق المطار. وشدد ميقاتي على أهمية بذل السلطات التركية الجهود الأساسية للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في أعزاز. السفير التركي زار أيضا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وبحث معه قضية المخطوفين التركيين، وأكد شربل فصل ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز عن ملف الطيارين التركيين، لافتا إلى أنه يعول على لقائه المرتقب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيعقد في أنقرة مع المسؤولين الأتراك الملاجين حل قضية المخطوفين اللبنانيين. من جهته جدد السفير التركي مطالبة بلاده بإعادة الطيارين التركيين سالمين إلى ذويهم وعدم ربط ملفهما مع ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز، خصوصا وأن السلطات التركية تقوم بواجبات المساعدة لإنهاء القضية. وكانت هذه القضية مساء الاثنين محور اتصال مطول بين ميقاتي ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو على أن يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك المعنيين عندما تتوافر الظروف الملائمة للزيارة عند الجانبين اللبناني والتركي. يستمر الموضوع الأمني متربعا في الأولوية، فقد انتشرت وحدات من الجيش وقوى الأمن في أماكن عدة عند مداخل الضاحية لتخفيف الاحتقان والاستياء السائدين لدى شرائح واسعة من الناس من تجاهل مؤسسات الدولة والحلول محلها في المهمات المكلفة القيام بها. وكشفت صحيفة النهار أن الاجتماع الذي ضم قائد الجيش العماد جنقهوجي وكبار الضباط في اليرز أمس تناول الأوضاع الأمنية والسعي الدؤوب الذي سيتوصل إلى ملاحقة مجموعات إرهابية تعمل على تحضير سيارات مفخخة وتفجيرها على غرار ما حصل في الرويس الخميس الماضي. كتلة المستقبل النيابية حملت السيد حسن نصر الله وحزبه مسؤولية ما وصلت إليه الأمور ورأت أن الوضع في لبنان لن يستقيم في ظل استمرار حزب الله بالمشاركة في الجرائم ضد الشعب السوري. اجتماع كتلة المستقبل النيابية بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء انفجار الرويس، إذ استنكرت الكتلة الجريمة التي ارتكبتها يد الإرهاب وطالبت الأجهزة المختصة بتكثيف تحقيقاتها لكشف المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم. الكتلة التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة توقفت عند خطاب الأمين العام لحزب الله الأخير، فحملاه وحزبه المسؤولية عن الحال التي وصلتها البلاد. إن إعلان السيد نصر الله ما افترض أنها الحرب على التكفيريين في سوريا كما يدعي هي معركة لم يستشر بها الشعب اللبناني ولا الدولة اللبنانية قبل خوضها، لا مصلحة للبنان واللبنانيين وكذلك لا مصلحة للمسلمين شيعة وسنة في المشاركة في هذا الصراع المسلح في سوريا إلى جانب النظام أو إلى جانب المعارضين له. إن محاربة الإرهابيين أو المجرمين أو الخارجين عن القانون هي مسؤولية الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية. الكتلة رأت أن أسلوب افتراء حزب الله تارة لتخوين أكثر من نصف اللبنانيين وطورا لتصوير أن في لبنان تيارا يسميه تكفيري هو محاولة لإعطاء الحزب صلاحية اقتناص المزيد من سيادة الدولة وصلاحياتها. إن الإجراءات الأمنية الميليشياوية التي شرع حزب الله في تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب والبقاع بحجة مكافحة الأعمال الإرهابية هي إجراءات مرفوضة
ويجب أن تتوقف، لأنها تذكر بتجربة سابقة لاعتماد الأمن الذاتي التي أدت إلى انفصال ديموغرافي بين اللبنانيين. الكتلة تساءلت إلى متى ستظل مسألة تأليف الحكومة عرضة للابتزاز المتمادي المعطل للمؤسسات. إن رسالتنا ونصيحتنا للحزب ومناصريه العودة إلى الرشد والأخلاق الوطنية بالمبادرة إلى الانسحاب فورا من الحرب التي تشن على الشعب السوري، بحيث يكون ذلك هو التمهيد الحقيقي لاستئناف الحوار الوطني الكبير على قواعد الإيمان بالدولة اللبنانية ومرجعيتها. الكتلة ختمت باستنكار جريمة إطلاق الصواريخ على الهرمل بوصفه تعديا سافرا. طلبت السفارة الكندية من رعاياها المقيمين في لبنان تجنب زيارات الضاحية أو الانتقال إلى شوارعها على خلفية الوضع الأمني المهدد في هذه المنطقة، وشددت بحسب صحيفة اللواء على تجنب أماكن التظاهر والاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية والإبقاء على تواصلهم مع المسؤولين في السفارة. ساهم الإفراج عن داتا الاتصالات في تسريع الكشف عن عدد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لمزيد من الجرائم الإرهابية، إلا أن الأمر أثار سلسلة التساؤلات عن التساهل في موضوع الداتا عندما طال التفجير فريق الثامن من أذار والإصرار على حجبها عندما كانت التفجيرات تطال قوى الرابع عشر من أذار. تقرير شرب العبود. غالبا ما كان موضوع داتا الاتصالات يستحوذ على الاهتمام بعد كل تفجير يستهدف منطقة أو شخصية ما في لبنان. في تلك التفجيرات التي كانت تستهدف قوى الرابع عشر من أذار، كان وزير الاتصالات العوني يمتنع عن تسليم الداتا أو يسمح بها بالتقسيط متحججا بحرصه على خصوصية اللبنانيين. فجأة تغير الحال، ضرب الإرهاب منطقة الثامن من أذار فأفرج الوزير عن الداتا وسقط الحرص. الإفراج عن الداتا اليوم ساهم في كشف عدد كبير من الشبكات الإرهابية، ما يدفع إلى السؤال، أما كان من الممكن للنجاح الذي تحقق اليوم أن يتحقق في مرحلة سابقة ويجنب البلد معظم المآسي التي بلغتها عندما كانت قوى الأمن الداخلي لا سيما شعبة المعلومات تطلب إعطائها الداتا لرصد وتعقب بعض المجموعات؟ للأسف التعاطي مع الأجهزة الأمنية أولا بهذه الطريقة، والتعاطي مع الشعب اللبناني بهذه الطريقة، أنه ناس بسمني وناس بزيت، أنه لما بتكون الاستهداف هو لشخصيات من قوى 14 أذار، وزير الاتصالات لا يساعد بإعطاء حركة الاتصالات للأجهزة الأمنية. أما عندما يكون الاستهداف لمناطق تابعة لفريق 8 أذار، وزير الاتصالات بيبطل في عنده خصوصية للشعب اللبناني، بيبطل في سرية لحركة الاتصالات، وهذه الحملة اللي بتنشن على شعبة المعلومات وعلى الأجهزة الأمنية لأنه مع حركة الاتصالات منشوفها أنه بتختفي كليا، لأنه المستهدف هو ناس من 8 أذار. بتصور أنا هذه التفرقة اللي عم بيلعب، يعني اللي عم بيحاول فريق بالبلد أنه يعملها، ما بتوصل إلى نتيجة. نحن مع أنه حركة الاتصالات ظل متوفرة مع الأجهزة الأمنية لحماية فريقي 14 و 8 أذار، أما فقط المساعدة على حماية فريق 8 أذار وحجب المعلومات عن فريق 14 أذار، ما بتصور هذا يعني لا إحساس وطني ولا شعور وطني ولا عمل وطني. شعبة المعلومات كانت دائما الهدف، والتركيز كان على منعها من العمل على كشف خيوط وحقائق ما ارتكب من جرائم. يعني بتصور أنا هني كانوا بوقتها عم بيحجزوا عن كل الأجهزة، لأنه الهدف كان حجب المعلومات عن شعبة المعلومات، ولما يضطروا يعطوا بدهم يعطوا طبعا لكل الأجهزة الأمنية. هذا لما عم نحكي بالأجهزة الأمنية الرسمية، أما ما يعطى لغير الأجهزة الأمنية الرسمية فهون ما بعرف، ساعتها بصير في علامات استفهام، بدك تشوف ساعتها وزارة الاتصالات لمين عم تعطي لغير الأجهزة الأمنية، إذا كانت عم تعطي لغير الأجهزة الأمنية اللبنانية. حتى أمن اللبنانيين أدخلوه في بازارهم السياسي، فالداتا تحجب في تفجير الأشرفية ويفرج عنها عندما دق الخطر باب الضاحية. هي سياسة الكيل بمكيالين التي لا تستثني حتى أرواح اللبنانيين. تتابعونا بعد هذا الفاصل. الجلسة العامة إلى تأجيل جديد في ظل جدول الأعمال ذاته. أهلا بكم من جديد. يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة إلى جلسة عامة بجدول الأعمال نفسه للمرة الخامسة على التوالي، وهذه المرة في 23 من شهر أيلول المقبل. تقرير مها ظاهر.
إلى 10:30 من صباح يوم الاثنين في 23 أيلول المقبل لدرس وإقرار جدول الأعمال ذاته. فيما لا تزال قوى 14 من آذار على موقفها من عدم تلبية دعوة الرئيس نبيه بري لجلسة عامة لعدم شرعيتها، يصر رئيس المجلس النيابي على الدعوة للمرة الخامسة على التوالي والتأجيل. حين انعقاد اللجان المختصة تجدهم يتسابقون إلى حضور جلسات اللجان المختصة. المقاطعة صايرة سلاح من أسلحة عند الفريق الآخر، من أسلحة تفريغ الدولة ومؤسساتها من المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقها. مشاركتنا باجتماعات اللجان وبكثافة دليل على اهتمامنا بمؤسسة مجلس النواب وعدم مقاطعتنا لمجلس النواب. بالتالي نحن موقفنا اليوم هو موقف مبدئي من الاعتداء على الصلاحيات اللي عم يقوم فيها الرئيس بري، صلاحيات رأس الحكومة والحكومة. نحن كان موقفنا دستوري بحت بهالموضوع. يعني غريب، هو طرف في أكثرية تدعي أن أكثرية بمجلس النواب ما بتقدر تأمن النصاب، فوين الأكثرية اللي عم يدعوا أنه هن بيملكوها؟ واضح جدا المشكلة عند حليفهم الأساسي الجنرال عون اللي رافض يحضر لموقف سياسي، هو اللي عنده موقف سياسي، نحن عندنا موقف دستوري. بغض النظر رئيس بري عطل المجلس النيابي خلال سنة ونص، وهلا عم يعطله من شهرين لأنه عم يرفض البحث بحلول جدية لهالموضوع. 22 نائبا حضروا من قوى 8 من آذار فقط دون نواب التيار الوطني الحر، الذين بحسب مصادر التيار يرون أنه من الصعوبة بمكان أن تعود الأمور إلى طبيعتها بهذه السهولة ومن دون معالجة سياسية تشريعية تعيد الأمور إلى نصابها. فالملاحظات كثيرة وأبرزها أن جدول الأعمال خال من القانون الأرثوذكسي الأحق من غيره من المشاريع. وفيما غاب نواب التيار حضر عضو تكتل التغيير والإصلاح أصفان دويهي طارحا ما أسماها مبادرة يدعو فيها الرئيس بري إلى إعلان حال طوارئ نيابية يبقي خلالها المجلس في حال انعقاد ليكون بوابة الحوار للوصول إلى اتفاق الحد الأدنى. موعد بعد آخر باتت الأمور في المجلس النيابي أقرب إلى مسرحية هزلية في ظل الإصرار على جدول الأعمال نفسه من جهة وعدم تبلور أي حل سياسي من جهة أخرى، لا بل على العكس فإن الأمور تنذر بمزيد من التأزم في ظل التطورات الأمنية. من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل. هاجم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه النائب وليد جنبلاط مستذكرا مآسي الحرب الأهلية، كما هاجم عون أيضا طريقة إدارة مجلس النواب. بعشي لازم نكون موجودين لأنه محل ما بيكون إلنا رأي لا نسأل، ومحل بيكون لغيرنا الرأي الأول كمان لا نسأل. فإذا كنا نضل بهالمفهوم هيدا بما يتعلق بالتعيينات، بما يتعلق بالشغل بالمجالس، لشو الذهاب لهونيك حتى نمرق كومبينات؟ العنصرية عن اللي قال الكلمة الشهيرة إنه الموارني جنس عاطل. الموارني جنس عاطل مزبوط، هيدا كلام هتلري. هيدا صنف البشري جنس عاطل جنس مليح وبلش يستأصل بالجنس العاطل. لذلك بدي أذكر ليل وهالكلام بكتيب صغير اسمه لن ننسى، مجزرة معاصر الشوف الجمعة 9 أيلول 1983. بس بحط هيدي برسم شهيب والرئيس، وهودي بسموا حالهم اشتراكية. المفهوم الخاطئ للتصريحات السياسية لبعض الفنانين يشعل جدلا وانقساما واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي. التقرير لسلمان العنداري. جينا نحييكم شعبا وقيادة ونشد ايدينا على ايديكم، انتو السالكين بدروب النور يلي متصديين للعتمة وقوات الظلام. الكلام للسيدة ماجدة الرومي في خلال إطلاق مهرجان صيف البحرين في المنامة. هذه الكلمة أثارت جدلا واسعا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وعلى مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية. غضب كبير انتشر إلكترونيا عندما وصفت الرومي المتظاهرين بالظلاميين في إشارة إلى المعارضين البحرينيين. المغردون صبوا جام غضبهم على الرومي، فاعتبر أحدهم أنها لم تحترم دم الأبرياء وأنها تمدح القاتل وتذم القتيل، فيما ذهب بعضهم الآخر إلى القول أنها حصلت على الجنسية البحرينية.
الرومي نفت منحها الجنسية البحرينية وقررت مقاضاة كل من ألحق بها الضرر معنويا من تشهير وقدح وذم، مشيرة إلى أن لكل شخص حقه في إبداء رأيه ولكن من دون المس بكرامة ووطنية الآخرين، كما صدر بيان نفي عن حكومة مملكة البحرين. قضية الفنانة ماجدة الرومي برزت بالتزامن مع تداعيات ما أعلنت عنه الفنانة إليسا في خلال حفلتها في وسط بيروت، والتي أثارت جدلا واسعا حيث اقتطع بعضهم استنكارها لتفجير الرويز، وفسر على أنه شماتة بما أصاب أهالي الضاحية من العمل الإرهابي. وحقيقة هي أول مرة أو بالأحرى ما استنكرت أنا بيني وبين حالي وما تأسفت، لأنه اعتبرت أنه اللي صار معهم عم بيصير معنا، هن أهلنا لبنانياً وإنسانياً، ونحن كمقاومة مفروض منا كل إنسان يقاوم ويشتغل ضمن اختصاصه. ووسط هذه الصورة والجدالات المستمرة إلكترونياً وإعلامياً، فإن انقسام اللبنانيين السياسي ينعكس انقساماً في فهم كلام الفنانين وتصريحاتهم. بعد الفاصل. النيابة العامة المصرية تأمر بحبس مرشد الإخوان على ذمة التحقيقات. أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي ألقي القبض عليه فجر أمس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على العنف والقتل. أوقف المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في شقة بمنطقة رابع العدوية شرق القاهرة ليواجه اتهامات محكمة الاستئناف بالتحريض على قتل المتظاهرين مع خمسة من قيادات الجماعة، منهم خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وحددت جلسة أولى الأسبوع المقبل لبدء المحاكمة. الدولة المصرية حريصة على عدم اعتقال أي شخصية أيا كان موقفها السياسي، وما يجري هو طبقا لقرارات النيابة العامة. كما دان المرشح الرئاسي السابق عمر موسى الإرهاب. وأنا كمواطن وأنت كمواطن والكل هنا كمواطنين، لا يمكن بصرف النظر مين بيقوم بهذا أن تتعرض مصر للإرهاب أو تهدد بمصير أفغانستان، هذا كلام مرفوض منا كمواطنين. الإخوان قللوا من أهمية توقيف بديع باعتباره فردا من أفراد الإخوان، وعينوا مرشدا مؤقتا هو محمود عزت، وهاجموا ما وصفوه بالانقلاب الدموي الغادر متوعدين بمواصلة الثورة. مقاطعة وسائل الإعلام، صحف وقنوات فضائية ومواقع إلكترونية الداعمة للانقلاب والمتسترة على مجازره والتي تحرض على الكراهية وتروج للأكاذيب وتعمل على تضليل الرأي العام. ميدانيا تراجعت التحركات الاحتجاجية في القاهرة والمحافظات في ظل حال الطوارئ وحظر التجوال المسائي، وسرعت الوزارات المعنية إزالة مخلفات الصدمات وبقايا خيم الاعتصامات والسيارات، فيما أعلن الحداد العام على الجنود الذين قتلوا في سيناء وشيعوا في جنازات رسمية. في سوريا أكدت المعارضة السورية أن عشرات الأشخاص قتلوا بقصف للقوات الأسد بصواريخ قالوا إنها تحمل غازات سامة على بلدات في ريف دمشق. وقال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق واتحاد التنسيقيات إن أكثر من 100 شخص قتلوا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات جراء استهداف بلدات في ريف دمشق وتحديدا عين ترمة وزملكة بغازات سامة. حسبي الله ونعم الوكيل، بدنا الجواب مدينة جبار، قصفها مجيب الكيماوي على مدينة جبار. حسبنا الله ونعم الوكيل. عشرات الأطفال والنساء ومئات من الشبان، حسبنا الله ونعم الوكيل. ميدانياً أيضاً وفي ريف دمشق أسقط الجيش السوري الحر مروحة تابعة للأسد بمنظومة صواريخ متطورة، وفقاً لما أعلن ناشطون في وقت سيطر الثوار على منطقة المحطة في الغوطة الشرقية قرب مطار دمشق الدولي،
وواصلوا تقدمهم في ريف ومدينة حلب، كما عززوا سيطرتهم على قرى جديدة في ريف حماة. والآن تذكير بالعناوين. الادعاء على 13 شخصا بينهم 3 موقوفين بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين. المستقبل تؤكد أن الأمور في لبنان لن تستقيم في ظل استمرار مشاركة حزب الله في الجرائم ضد الشعب السوري. مجزرة مروعة في عين ترمة وزملكة في ريف دمشق بعد استهدافها من قبل كتائب الأسد بالغازات السامة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا، سنذهب إلى سوريا. أنا لمن لم يكن الشعب صوتا.